تمام يعطيك العافيه مرحبا يا اهلا محمد. طبعا سمع الخناقه اللي كانت موجوده من شويه بس الحمد لله فضناها. دلوقتي بنتخانق بقى على المطابخ مين هيجيب المطبخ العريس ولا العروسه. اوكي الاغلبيه ممكن العريس بيجيب المطبخ. صباح الخير. صباح النور. نورنا محمد. في البدايه احنا بنتكلم عن تصميم المطابخ بشكل عام قد ايه دلوقتي هو شيء مهم في البيت. اكيد شيء مهم أكيد. بس الستات بقت عندها الدرايه انه لازم كل شويه انا اواكب العصر واواكب الموضه واغير ستايل المطبخ اشوف ايه موضه 2019. المطابخ الملونة بشكل ملفت للنظر البينك والأخضر كمان أصبحت موضة. صحيح. إيه رأيك أنت في الموضوع؟ هلا بشكل طبيعي كل سنة بينزل شيء موديلات جديدة ديزاينات جديدة. سنة بتلاقي المودرن طاغي سنة بتلاقي الكلاسيك طاغي أكثر فعلى حسب يعني كل سنة والموديلات تبعتها. بس بشكل عام هلا مؤخرا أكثر شيء صار في عنا مودرن كلاسيك. هذا أكثر شيء. أيوة مزيج بين الاثنين. هذا أكثر شيء بالوقت الحالي اللي طاغي يعني من ناحية الماتيريال. حق المطابخ الداخلية يكون أكثر شيء للمنزل أو الخارجية تكون؟ هلا الخارجية هي أغلبيتها بتكون ما تعتمد على الديكور. ما تعتمد كثير على الديكور خصيصا يعني بالإمارات لما تكون الحرارة. بدي اقول لك عن قصه كثير بنعاني منها خصوصا لما تروح تشتري شقه المطبخ تبعها مثلا صغير. صحيح. او هن محددين لك مكان الغساله مكان الفرن كل هاي الامكنه انت ملزم فيها. خبرني عن قصص مثلا ممكن نعملها بالمطبخ لحتى نستغل الزوايا المقتوله ونستغل ما يكون عندنا فراغات بين حافه المجله مثلا والغساله او القصص الثانيه اللي نحن عم ندخلها للمطبخ. تمام. هلا بعالم المطابخ وخصيصا المطابخ اللي بيكون حجمها صغير في عندك اهم نقطه انه يكون عندك الكورنرات يعني الكورنر تبع المطبخ هي بصراحه بدها تيجي من الاساس. يعني صعب ترجعي تستغلي الاماكن الا في حال بقى فك وتركيب. فهو بالاساس الكورنر هو اللي بيحدد شلون المطبخ بده يطلع بشكل عام. فاذا كان عندنا الكورنرات يلي بالمطبخ كلها متاخده بشكل صحيح فبيكون عندك مساحه اوكي واسعه وفيها سعه تخزين اكبر. بس هلا مشان تخزين اكبر ومطبخ اصغر في شيء اسمه تيل يونيت. هي بتجي عبارة عن الكبت من الأرض مثلا لفوق بارتفاع مثلا 22 فهي بتشيل كتير أغراض زائد أنه لو قللتي من حجم المطبخ فما في مشكلة. هذا الكبت الطولي اللي هو بيشيل مواد أكتر وتخزين سعة أكبر يعني من الداخل. يعني مثل ما بيقولوا انه بيغنيك بقى يكون عندك مطبخ كبير. وده ممكن نستعمل الزوايا حنستعملها اكثر شيء كان حق التخزين مثل ما تتكلم لان هي اوريدي زوايا ميته تقريبا لان هي دائما داخل تكون. صحيح بالضبط. هلا في اكسسوارز بيجي بول اوت وبول ان بالنسبه للمطابخ والكورنرات اللي بتجي صعب الوصول لها ففي هلا سيستم تفتح الباب فبيطلع بول اوت. في شغله انا دائما يعني بسال حالي فيها سؤال انه ليش دائما او مش دائما او غالبيه الناس بيعانوا منها بتلاقي منها تركيب السكشن تبع الزيت هو هذا مثل الجحيم في للمراه بدها مكان يكون مناسب. صحيح. اوكي للغاز يعني اوكي ولسكشن الزيت مشان يتم تركيبه وما يخرب ديكور المطبخ. صحيح. محمد عانيت اكيد مع زباين كثير. اكيد هلا هي مساله الزيت وما زيت هي اجباري بنعاني منها بشكل دائم يعني. فهي بتنطبق على الهود يلي بده يساحب الهواء يلي بده يكون فوق الغاز. فاذا كان جودته عاليه فهذا الشيء الزيت تناتر الزيت ما بيحصل بالمطبخ. اذا كانت جودته رديئه فاكيد ما حيسحب زيوت ما حيسحب هواء ما حيسحب شيء. فالزيوت بتتبخر هي مثل الهواء يعني مثل الماء وقت يتبخر. فاذا انسحبت بالشفاط اوكي فما انسحبت فأكيد حتضل بالمطبخ وحتضل تعاني خصيصا بالشقق صعب هذا السيستم يتركب. لا دائما بيجي الهود اندر كابينت فما له بايب يطلعوا له بس يقول لك مرات احنا نحط لك فلتر بدل البايب اللي يكون موجود هو برا. هل هذا هو ينفع الفلتر ولا بس ديكور؟ لا بس ديكور بس ديكور. الفلتر هو عباره بس شو بفلتر الهواء يعني مثلا سحب هواء مع زيت تمام وبرجع بيطلعوا هواء. بس هذا بعد 6 أشهر شو بصير عندك؟ بصير عندك طبقه زيت خارجيه على الفلتر وصعب انه تطلع منه زائد انه الروائح الكريهه اللي بتضل بالفلتر تبعك يعني في النهايه ما له معنى. بصراحه هذا نحن دائما بنخبر عملائنا عليه انه هذا الفلتر اللي من غير بايب لبرا هو عباره فقط عن موديل يعني او ديزاين للمطبخ. بس الافضل اللي بيكون معه بايب للخارج يعني عندي غرفه ولا معنى. عارفين الحيره كمان اللي بتحترها الستات مؤخرا
وانت كمان ناخد رايك محمد شريكنا في الموضوع، انه اجيب مطبخ الومنيوم ولا خشب؟ أيوة. ولا اجيب مطبخ الماتيريال بتاعته ايه؟ ولا استخدم مثلا السلستين في المقابض؟ ولا استخدم ايه ولا ايه ولا ايه؟ يعني انت دينا بقى من خبرتك انه انسب حاجات بتعيش وقت طويل وفي نفس الوقت ما بيطلعش منها روائح كريهه، ما بيطلعش منها صدأ، ما بيطلعش منها حاجه. تمام. هلا بالشكل المبدئي المطابخ وخصيصا بدول الخليج بسبب الرطوبه والحراره، فيفضل انه الواحد يستخدم الومنيوم افضل من الخشب، لانه الخشب تعرفي مع الايام ممكن يتاكل، ممكن تدخله الرمه نوع من انواع الحشرات، ممكن يصير في اي مشاكل. بس في كمان خشب معالج يعني ايطالي او الماني معالج، بس طبعا هذا بيكون مطبخ داخلي، لانه هون عندنا الفيلا بتنقسم قسمين، مطبخ خارجي للطبخ الهيفي كوك والمطبخ الداخلي اللي بيجي البسيط. فهذا البسيط اوكي ما في مشكله، كان خشب اي نوع من الاخشاب ما في مشكله، لانه لازم يكون جميل يعني لما تدخلي تشوفي شيء جميل. اما الخارجي يعني يتفادى انه يكون جمالي فقط، انه عملي اكثر من انه جمالي. صحيح. انا بعتقد نوار انه بالمطابخ الكلاسيكيه يمكن تكون عندك مساحه اكبر انك تستغل، بما انك حكيت عن المساحه، بينما المطابخ اللي عامله كلاسيك يعني امريكي ونظام الويندو اللي موجود وعليه مثل هيك طاوله او هيك ايلاندز اوكي، بعتقد انه هي شوي بيواجهوا فيها صعوبه، لانه المطبخ مفتوح يعني. صحيح. ما في باب وما في حيط اصلا، في ويندو. طب اوكي، طب ما انا بطبخ، فبتلاقي الضيوف ممكن جالسين. صحيح. هاي كيف بتعالجوها مثلا، او شو الطلبات اللي بتجيكم على المطابخ اللي ماخذه النمط الامريكي يعني؟ النمط الامريكي. هلا بالنسبه لهذا النوع من المطابخ في له علاجين، يا اما بده يسكر الشباك يا اما مثل ما خبرتك اول شيء انه بده يكون عنده هود فيري سترونج، عشان ما حتى الروائح فورا ما تروح يمين او يسار، دايركت تطلع لفوق. هذا الحل الوحيد. هلا في الشقق تخبرتك شوي صعبه، بس بالفلل لا سهله، تكون سيستم البايب وما بايب اسهل يعني بيجي. والفور سيلينج؟ الفور سيلينج عادي، هو بيجي اب تو فور سيلينج. في ناس ما بتحب الفور سيلينج محمد حتى لو في جبسن بورد بيصير له جروف، يعني فيك مثلا تعمل جبسن بورد بعدين جروف بيمرق البايب بشكل جميل وانيق، يعني ما بيكون في شيء مزعج بالنظر للمطبخ او البانتري او اللي هو. من اساسيات صناعه الخزائن المطابخ تقريبا، احنا دائما نقول لك يعني تعامل مع المقاول قبل لا تبني المطبخ نفسه، لانك يمكن يحتاج كل اماكن تكون مرتفعه شوي، اماكن شوي نازله، هل هذا يفيد ولا هذا شيء طبيعي عادي؟ هلا هو بشكل عام المفروض قبل يعني وقت يكون على المخططات وما مخططات والمقاول متفق معه بكل شيء، لازم تلجا لشركه مطابخ. بسبب اول شيء تعيين نقاط الكهرباء، تعيين نقاط المي، تحديد مثلث بالمطبخ بحيث انه الحركه الثلاثيه، يعني المطبخ مو انه مطبخ هيك، المطبخ الصحيح بيكون فيه له حركه ثلاثيه، يعني ودت مثلا ما بينفع يجي مي غاز براد كلهم بلزق بعض، فلازم يكون في مساحات وفي مينيموم بيناتهم يعني. تمام. فبهالحاله لازم يلجا لشركه مطابخ يتفق معه، يعملوا له تصميم، يحددوا له على ارض الواقع قبل البدء بالسيراميك وقبل تركيب الارضيات، بيحددوا له على ارض الواقع وين سكتات الكهرباء، سكتات المي، خصيصا هلا بحاله انه حابين يعني مؤخرا الغاز البلت ان، الميكروويف البلت ان يلي بيجي داخل الكبد، فهذا صعب تمددي له كهرباء مع المستقبل انه يجي من الجهه الخلفيه، فهذا لازم يفضل. تمام. لانه كثير بتواجهنا صعوبات انه اشخاص مخلصين سيراميك وكل شيء بيقول لك بدك بهذا الجهه بدي مايكروويف، بهذا الجهه بدي اوفن، بهذا الجهه بدي شيء، فنحن بنقول له لازم تكسر وتمد بايب كهرباء مشان ما تشوف البايبات يعني خارجيه، فهو بيقول يا ريت. طب محمد، انا من الناس اللي بدخل على المطبخ يمكن بالسنه مره او بالمناسبات، بس في حال قررت اصمم المطبخ الخاص وما بعرف اطبخ على فكره، خبرني شو القصص اللي انا لازم انتبه لها عشان ما تصير كارثه وما حدا يجي يطبخ لي ويدعي علي. تمام. هلا اول شيء لازم تتعلمي الطبخ بعدين المرحله الثانيه بتتكلم فيها. لا هلا هو بشكل عام المطبخ يعني إذا واحد عنده حب للطبخ والشغف وكذا بيستمتع بالمطبخ،
يعني المطبخ ومتى ما كان جميل وسهل التعامل معه الواحد فعلا لو ممكن عفوا بيكون بده يقلي بيضتين ممكن بس بيستمتع بلاقي سهولة بالاستخدام. أما إذا كان مطبخ لا صعب الوصول إذا بده يساوي شاي أو كوفي أو أي شيء بيقولك لا ما بدي لأنه المطبخ صعب. ما إذا كان في سلاسة بالموضوع يعني ممكن تكبسي الباب يطلع لك الأكسسوريز الداخلي فأنت بتحسي حالك أنه منه مرفهة ومنه مبسوطة أنه سلسة المطبخ فعلا بتأبدعي بالطبخ. بس يعني أنا طبخة شاطرة جدا بس أنا عايزة أدخل معاك لقصة تانية. مؤخرا بقينا إحنا عندنا هوس التكنولوجيا بقيت حتى المطبخ أنا عايزة مطبخ إلكتروني صحيح. أفتح الدرج يقفل لوحده مثلا يكون عندي كل حاجة متغطية. فأنتوا كشركة طبعا للتصميم وتصنيع المطابخ بتركزوا على متابعة التكنولوجيا في صحيح. صناعة المطابخ أكيد 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 بشكل عام كل سنة يعني ممكن ينزل 30 40 سيستم جديد سنويا. طب كلمنا عن ايه الجديد في السوق؟ هلا الجديد انه مش جديد صار المبدا واحد بس اختلافات بسيطه. يعني في عندك مثلا سمارت كيتشن ممكن على لمس بس لمس حتى مش ضغط لمس الباب يفتح لحاله الادراج تفتح لحالها تمام. هلا في شيء جديد نازل شفناه من 6-7 شهور ممكن على تعملي هيك يفتح الابواب كيف يا محمد ده ينفع نوار بس كده يلا نوار بس بتقلي كاميرا بس تعملي هيك بيفتح ابواب البصمات هي بدها هيك لا ده تبع الطبخ نازل حلو يعني انا بشوف صح بعد مؤخرا قبل نلاحظ في السوشيال ميديا كان قام يسوي اعلانات لمطابخ يقفون فوق الدرج ينقطون من الدرج فهذا صدق ان اهميه الكواليتي يكون وايد مهم ويكون موجود مع المطبخ ولا لا. بعد انا قمت اشوف كان سطحيات المطابخ قاموا يغيرون من عندها مثلا بدل يحطون رخام في نوع خاص للرخام تقدر تطبخ عليه او تقدر تقص عليه وما ياثر ولا يسوي ولا سكتش على صحيح على بالضبط هذا بينطبق في الكوريان هذا اللي نازل بشكل انه ما بيتاثر باي عامل لا بالحمضيات لا باي شيء النوعيه الكوريه لا هو بيجي في منه محلي وفي منه امريكي الجوده بيجي هو عباره عن سلابات وطبعا هون نحن بنقوم بقصه وبتظبيطه على حسب المقاس صدق يعني عادي ما يتاثر هو هذا ما بيتاثر لا هو هذا بصراحة الكوريان أكثر الشيء بيستخدموه حتى موجود بالمشافي إذا بتشوف الكاونترات هذا لأنه لا حمض لا جراثيم بيكون لونه محمد موحد في منه بيجي موحد وفي منه بيجي مموج مثلا بدك زي نقاط أو كذا على حسب الطلب هو تقريبا بيجي 30 نوع منه و30 لون حلو. كمان يعني. وكمان شفنا مؤخرا محمد المطابخ الاقتصادية بقينا نشوف المطبخ مثلا الصغير اللي فيه كل حاجة مقسمة لأنه في ناس بتبالغ الصراحة في حجم صحيح. المطابخ تكون صحيح. مثلا أسرة زوج وزوجته وطفل صغير مطبخ ويجيبوا كبير. مطبخ قد الاستوديو ده يلعبوا فيه فأنت بتشوف أنه فكرة المطابخ الاقتصادية قد إيه بتفيد الأسرة وإزاي أنت كشركة تصميم بتركز على تصميم المطبخ الاقتصادي تمام. هلا بالنسبة للمطابخ هي بشكل عام مثل ما حضرتك خبرت مش بالشرط يكون كتير كبير تمام حتى لو كانت أسرة كبيرة يعني هو الحجم ما بيأثر بشيء بس مثل ما خبرتك لما يكون المطبخ سهل استخدامه بشكل عام لو كان ممكن قد ربع الحجم تبع الاستوديو ممكن يكفي 3 عوائل ساكنين بنفس البيت بس أهم شيء التخزين سعة التخزين نعم تمام يعني في مطابخ مثلا بيكونوا قاتلين بموديل كبتات أو كذا أيوة. فبتكون صعب التخزين فيها أو صعب استغلال والحجم صغير مزبوط أيوة. فهلأ مثل ما خبرتكم أنه عتيل وماتيل يونت هذا نوار حين خلاص صار لك أمل أنت تدخلين مطبخ مرة ثانية والحمد لله في أمل موجود والله شكلك أستاذ محمد شرفت نورت اليوم في الحلقة واستفدنا منك وايد أشياء أظن كرهنا كنا مطابخنا ناخذ بريك ونرجع مرة ثانية شكرا لك أهلا وسهلا شرفتوني